السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم في القناة الطبية. وهنتكلم عن دواء جديد من أدوية المضاد الحيوي، حبوب جلوكلاف مضاد حيوي للأسنان، ويحتوي يتوفر منه 1 جرام و625 ملي جرام، وهو من المضادات الحيوية الجيدة بالأسواق. ويساعد هذا الدواء على التخلص من الكثير من الأمراض، ومنها التهاب اللوزتين والخراريج والدمامل، ويساهم كذلك في علاج ألم الأسنان الشديد. ويستعمل الدواء كمضاد حيوي من أجل التخلص من الفيروسات والبكتيريا، ويحتوي الدواء على مادة حمض الكلافيولينيك ومادة الأموكوسيلين. دواء استعمال حبوب جلوكلاف، يستخدم الدواء لعلاج الكثير من الأمراض المختلفة، مثل أنه يعالج العدوى في الجهاز التنفسي كالكحة الشديدة مع البلغم، والتي تشير إلى وجود التهاب باللوزتين وارتفاع درجة الحرارة واحتقان الحلق، كما يعالج عدوى الجهاز البولي والتي تكون مصحوبة بحرقان شديد في البول والصديد والتهابات بمجرى البول والمثانة، كما أنه يساهم في علاج ألم الأسنان كالتهاب أسنان وتورم اللثة، كما يساعد في علاج بكتيريا الفم. ويستعمل أيضا في علاج التهاب الحلق واللوزتين، فهو يعتبر من المضادات الحيوية الفعالة في علاج عدوى الجهاز التنفسي. يساعد الدواء في التخلص من عدوى العظام كالالتهابات بالمفاصل، ويتخلص من الجروح ويساعد على سرعة التئامها، كما يعالج حمى النفاس المصحوبة بارتفاع شديد في درجات الحرارة. ويستعمل أيضا عقب العمليات الجراحية كالولادة والمرارة وعملية الزائدة الدودية، وذلك لدوره في سرعة التئام الجروح. جرعة علاج جلوكوليف 651 ميلي جرام 625 ميلي جرام وواحد جرام. استخدم الدواء تحت مراجعة من الطبيب المعالج والمختص بالحالة. الجرعة المحددة للكبار هي قرص واحد فقط لمدة مرتين على مدار اليوم، أما الجرعة المحددة للأطفال الأقل من سن 12 عام هي 60 ميلي جرام وحتى 90 ميلي جرام على حسب وزن الطفل لمدة مرتين باليوم. ويتوفر من الدواء حقن وريدية يتم تناولها لمدة 4 مرات باليوم في حالة العدوى الشديدة للأطفال. أما الجرعة المحددة لكبار السن والسيدات الحوامل والمرضعات هي 625 ميلي جرام لمدة مرتين على مدار اليوم. ويفضل تناول هذا الدواء مع الطعام لتجنب المضاعفات الجانبية التي تنتج عنه والأعراض الجانبية وأضرار حبوب الجلوكولاف 1 جرام و625 ميلي جرام. من المضاعفات الجانبية المصاحبة لهذا الدواء ما يلي: اضطرابات في الجهاز الهضمي مثل حدوث الإسهال وارتجاع بالمليء، والتهابات شديدة في القولون وصعوبة في الهضم، وتراكم غازات شديدة في البطن وانتفاخ القولون، حساسية جلدية شديدة كظهور احمرار في الجلد وتورم شديد به، ويصاحب هذه الحساسية حكة شديدة. وفي هذه الحالة ينبغي سرعة التوقف عن تناول الدواء وإبلاغ الطبيب المختص بالحالة. ارتفاع شديد في انزيمات الكبد للمرضى التي تعاني من التهابات الكبد، نقص في عدد كريات الدم البيضاء، شعور بغثيان ودوار يصاحب اغماء. اما الاحتياطات ومنع استخدام الدواء، يحظر استخدامه في حالة الحساسية الشديدة للمواد الفعالة التي تدخل في تركيب الدواء، ولا ينصح بتناول الدواء من جانب مرضى الكبد، وذلك لانه يؤثر على انزيمات الكبد، ولا يوصي باستخدام الدواء من جانب مرضى الجهاز المناعي وكذلك المرضى التي تعاني من التهاب كلى. يفضل الالتزام بالجرعات المحددة من الطبيب المعالج، فتناول جرعات زائدة من الدواء يترتب عليه الشعور بالقيء والخمول. يمكن تناول هذا الدواء خلال فترة الحمل، وذلك لأن الدراسات العلمية لم تشير لوجود ضرر من تناول هذا العقار ولم يؤدي لحدوث تشوهات في الجنين، كما يسمح بتناول الدواء خلال فترة الرضاعة الطبيعية، ولكن مع ضرورة الالتزام بالجرعات المحددة من جانب الطبيب المختص والمعالج للحالة. سعر جلوكوكليف 1 جرام 14 قرص 56 ريال سعودي. سعر جلوكوليف 625 ميلي جرام 20 قرص 48 ريال سعودي. أتمنى إن شاء الله الفيديو يكون قد نال إعجاب حضراتكم. بطلب منكم في نهاية الحلقة تدعموا القناة وتضغطوا لايك وتعملوا سبسكرايب للقناة.